السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. عندما يحدث المطر من السماء تتساقط قطرات الماء لتكون غيثا للزروع وكافة الكائنات. ولكن ماذا إذا أمطرت السماء أشياء أخرى؟ ماذا إن أمطرت أسماكا أو حيوانات؟ وماذا إن أمطرت ذهبا أو نقودا؟ وماذا لو كان المطر ثعابين أو عناكب؟ ففي جميع أنحاء العالم على مر السنين أبلغ الكثير من الناس عن هطول أشياء غامضة من السماء يحتار العقل عند سماعها. ومعنا اليوم 15 من أغرب الأشياء التي أمطرتها السماء في العالم. ولكن أولاً وفضلاً لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة، ونبدأ على بركة الله. الرقم 15. أمطار الأسماك. لقد تساقطت الأسماك بالفعل من السماء عدة مرات، ووثق دكتور بابكوف عالم الأحياء الذي يعمل في إدارة الحياة البرية في لويزيانا أسماكا تتدفق من السماء في لويزيانا منذ أكتوبر عام 1947. وفي فبراير 2010 نزلت الأسماك على بلدة أسترالية صغيرة. وفي سبتمبر 2017 تفاجأ سكان تامبيكو بالمكسيك عندما بدأت الأسماك تتساقط مع الأمطار. ويدعي أفراد المجتمع في سكان يورو، وهي بلدية في هندوراس، أن السماء تمطر الأسماك كل عام. وأرجع علماء الغلاف الجوي في جامعة جورجيا الحالات الغريبة لتساقط الأسماك إلى سببين طبيعيين، وهما الأعاصير أو الشواهق المائية. ويسافر الإعصار أو عمود الماء فوق بحيرة ويمتص الأسماك ويسقطها على طول طريقه، حيث يتم تنشيطها على سطح الماء وتسحب المخلوقات إلى أعلى، ثم تبقى في السماء حتى تقل سرعة الرياح تدريجيا. وعندما تنخفض سرعة الرياح تسقط الأسماك بمياه الأمطار. الرقم 14. السماء تمطر الضفادع. وتكثر قصص الضفادع التي تنزل من السماء، وتم الإبلاغ عن سقوط البرمائيات من السماء في مدينة كانساس سيتي في عام 1873، ومرة أخرى في دوكوك أيوا في عام 1882، ومؤخرا في عام 2005 سقطت الضفادع الصغيرة من السماء في صربيا. ويعتقد أن الأعاصير أو الشواهق المائية قد اجتاحت الضفادع من موائلها الطبيعية وأسقطتها في شوارع المدينة. ويعد هطول الأمطار الغزيرة الحاملة للضفادع أحد أكثر الأحداث الجوية غرابة، ويمكن أن تزن الضفادع أقل من بضعة جرامات، وتمتص الشواهق المائية الضفادع خفيفة الوزن إلى حد ما، وينتهي بهم الأمر في الدوامة التي تستمر في التحرك عبر المياه مع سحب العاصفة عالية الضغط. وفي النهاية تفقد الدوامة كل الضغط وتسقط ما التقطته من الضفادع وغيره، وتكون النتيجة النهائية هي مطر غزير من الضفادع. الرقم 13. السماء تمطر دما. وتم تسجيل حالات المطر الدموي منذ إليادة هوميروس، حيث كان ظهور مطر الدم نذير شؤم وتم استخدامه كأداة للتنبؤ بالأحداث. وعادة ما تغطي الحالات المسجلة للأمطار الدموية مناطق صغيرة. وفي القرن التاسع عشر تم فحص أمطار الدم علميا، والنظريات السائدة هي أن المطر ناتج عن الغبار الأحمر المعلق في الماء، أو بسبب وجود الكائنات الحية الدقيقة من الطحالب. وبعض التفسيرات الأخرى ترجع السبب للبقع الشمسية والشفق. وهناك العديد من الحالات المحققة لهطول أمطار الدماء، وحظيت هذه الظاهرة بتغطية دولية في عام 2001، وبعد سقوط المطر الأحمر في ولاية كيرالا الهندية ومرة أخرى في عام 2012. فلقد أثبتت دراسة عام 2015 بشكل مؤكد أن سبب هطول أمطار الدم في ولاية كيرالا هو الجراثيم الهوائية للطحالب الدقيقة الخضراء. وخلص بعض العلماء إلى أن أمطار الدم نتجت عن اختلاط الماء بالغبار المائل إلى الحمرة، والذي يتكون في الغالب من مواد حيوانية ونباتية. الرقم 12. تساقط الخفافيش. فلقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة في سيدني بأستراليا في إصابات دماغية لخفافيش الثعالب الطائرة في أوائل عام 2018. وسقطت الخفافيش من السماء وأمطرت الأرض بكميات هائلة من الخفافيش النافقة، حيث ضربت موجة الحر الكارثية أجزاء من شرق أستراليا، وتم تقدير 100,000 خفاش ماتوا بسبب الإنهاك تحت درجات الحرارة الشديدة. وكان لهذا الموت الجماعي تأثيرا مزعجا للغاية على مستعمرات الخفافيش، والتي لها تأثير حيوي للنظام البيئي. الرقم 11. الطيور تتساقط من السماء. وحدث تساقط الطيور جماعيا من السماء في أركنساس عشية رأس السنة الجديدة عام 2010، عندما سقطت آلاف الطيور النافقة على الأرض. وغالبا ما تكون أمطار الطيور ناتجة عن الظروف الجوية الصعبة، ولكن في أحيان أخرى يكون سبب أمطار الطيور أمور أخرى. ف
فقد تسقط الطيور بسبب الضوضاء العالية أو الارتباك أو التصادم المباشر مع بعض الأشياء. ويقال أن الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة أذهلت الطيور الراحلة وجعلتها في حالة ارتباك، فتفرقت الطيور إلى المباني والأشجار والسيارات، مما تسبب في سقوط 5000 منها على الأقل بشكل مأساوي على الأرض. وأفادت لجنة أركنساس للألعاب بأن الطيور سقطت بسبب الأصوات العالية للألعاب النارية، مما سبب ارتباكها واصطدامها بأجسام ثابتة وسقوطها. الرقم 10. أمطار العناكب. وتم تصوير هذه العناكب في ولاية ميناس جيريس جنوب البرازيل، وهي نوع من مستعمرات العناكب وتعمل معا لبناء شبكات عملاقة على المرتفعات. وشعر الناس في إسبيريتو في البرازيل بالذهول والخوف لرؤية الكثير من النقاط السوداء في السماء، وشاهدوا العديد من الشبكات والعناكب ذات الأعداد الكبيرة بشكل غير عادي. وبسبب الطقس شديد الرطوبة يحدث انتقال جماعي عندما تنطلق ملايين العناكب في السماء للانتقال إلى مكان أكثر أماناً ودفئاً. وحدث تساقط العناكب في أستراليا مؤخراً في عامي 2012 و2015، ويقول السكان أن العناكب كانت تتساقط كما يتساقط الثلج بغزارة، وتنجرف العناكب إلى الأسفل وتغطي شبكاتها المناظر الطبيعية. الرقم 9. الديدان تتساقط من السماء. ففي عام 2017 في لويزيانا بدأت آلاف الديدان تتساقط من السماء، وكذلك في عام 2011 في اسكتلندا عندما سقطت عاصفة من ديدان الأرض على ملعب كرة قدم مدرسي. ووثق كارستن إريستاد عالم أحياء من النرويج سقوط الديدان من السماء، ولم يستطع تصديق عينيه عندما صادف أثناء التزلج الآلاف من ديدان الأرض المتساقطة. وفي البداية اعتقد أنهم خرجوا من الأرض، ولكن كان هناك 50 سنتيمترا من الثلج على الأرض. وقال كارستن: رأيت آلافا من الديدان على سطح الثلج، وعندما وجدتهم على الثلج بدا لي أنهم قد ماتوا، لكن عندما وضعتهم في يدي وجدت أنهم على قيد الحياة. الرقم 8. كرات الجولف من السماء. في عام 1969 كانت هناك عاصفة ممطرة متوسطة إلى حد ما في بونتا جوردا فلوريدا، وتفاجأ الناس بسقوط كرات الجولف من السماء بالعشرات، ليس في ملعب الجولف ولكن وجدهم المواطنون في مروجهم وفي الشوارع. وكانت النظرية السائدة هي أن عاصفة امتصت الماء من بحيرة ملعب قريب ثم ألقت كرات الجولف في المدينة، لكن يبقى هذا الاعتقاد محل شك بسبب الكم الكبير لعدد الكرات. وحاولت السلطات المحلية جمع كرات الجولف لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الكم الهائل، ولا يزال سبب هطول كرات الجولف غير معروف. الرقم 7. سحالي الإغوانة. بعد انخفاض درجات الحرارة بدرجات كبيرة في جنوب فلوريدا في عام 2018، ويتسبب ذلك في تعرض سحالي الإغوانة لصدمات بردية شديدة، وينتج عنه تحولها لغيبوبة كاملة، وتسقط على أثرها سحالي الإغوانة مجمدة من الأشجار العالية على السكان المحليين. فعندما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لم تعد الإغوانة قادرة على التمسك بالأشجار حيث تعيش عادة، فيكون جسدها متجمدا ثم تسقط فاقدة الوعي على الأرض. وعندما تقوم أشعة الشمس بتدفئتها في النهاية فإنها تنشط وتتحرك. الرقم 6. سقوط سمكة قرش من السماء. ففي عام 2012 سقط قرش صغير من السماء وهبط في منتصف الملعب في سان خوان كابيسترانو كاليفورنيا، ووجده مدير الملعب وحمله مع العاملين ووضعوه في الماء، وتم نقله إلى المحيط حيث غاص القرش بسعادة بعد المغامرة العجيبة. ويعتقد الخبراء أن القرش ربما تم نقله إلى ملعب الجولف بواسطة طائر مفترس كبير، مثل الصقر الذي يمكنه بسهولة حمل سمكة قرش صغيرة. الرقم 5. السماء تمطر الطين. وجد ديفيد بريلمان، وهو مزارع في المنحدرات الشمالية الغربية لولاية نيو ساوث ويلز، وجد أمطارا طينية غزيرة، وحدثت بعد عاصفة قوية تسببت في اختفاء الشمس وتحولت السماء للظلام. وبدأ الأمر بالغبار وقليل من المطر، ولكن انتهى به الأمر إلى سقوط غزير من الطين، وتسببت العاصفة في سقوط 30 مليمتر من الأمطار الطينية، وحولت العواصف الترابية نهر يارا في ملبورن إلى اللون البني، مما أجبر حمامات السباحة العامة على الإغلاق وترك السيارات تبدو وكأنها تم رشها بالطين. الرقم 4. قطع اللحم تسقط من السماء. وصدم سكان مقاطعة باث بولاية كنتاكي في عام 1886، فلقد حدث شيء غريب في منزل ألين كراويتش في سبرينغز، وكانت زوجة كراويتش في الخارج تصنع الصابون عندما بدأ تساقط قطع اللحم النيئة، والتي يزيد قطر بعضها عن 5 سنتيمترات في السقوط من السماء من حولها.
وقام رجلان بتذوق اللحم واعتقد أنه إما لحم غزال أو لحم ضأن. وظل هذا اللغز المروع بلا حل لأشهر، حيث ناقش الباحثون أسباب تساقط اللحم، وتوصل بعضهم إلى استنتاج أن اللحم المتساقط من السماء كان مكونا من تقيؤ النسر. فمن المعروف أن النسور تتقيأ كطريقة للدفاع عن نفسها أو لجعل أجسامها أخف وزنا حتى تتمكن من الطيران بسهولة أكبر. الرقم 3. سبائك الذهب تسقط من السماء. فلقد سقط ما يقرب من 200 سبيكة ذهب من السماء في سيبيريا في مارس عام 2018. ووقع الحادث عندما كانت طائرة روسية تقلع من مطار ياكوتسك في سيبيريا، وتساقطت منها قطع من المعادن الثمينة، وكانت عبارة عن سبائك شبه نقية مصنوعة من الذهب، ولم يتم فقد أي من الشحنة حيث تم جمع جميع القطع، وجاءت الشرطة وطوقت المنطقة قبل أن يهرع السكان المحليون لجمعها، وكان على الطائرة أن تعود وتهبط في المطار لاستلام الشحنة التي فقدتها. الرقم 2. ثعابين تتساقط من السماء. ففي يناير عام 1877 تعرضت ممفيس، وهي إحدى مدن ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، لعاصفة ممطرة قوية بشكل غير عادي واستمرت 15 دقيقة، وأشار الناس إلى أن ساحاتهم وأرصفتهم وشوارعهم أمطرت بوابل من الثعابين، وكانت مغطاة بأفاعي صغيرة متلوية وغير سامة تزحف في جميع الاتجاهات، ولقد تراوحت الثعابين من 30 إلى 50 سنتيمترا وكانت ذات لون بني إلى الأسود، ولديها بقع سوداء ورؤوس سوداء صغيرة ولكنها مميزة وتميل إلى التكتل مع بعضها. وتم نقل بعض الثعابين إلى بعض الخبراء في واشنطن، ولاحظوا أنهم لم ينزلقوا للأمام كما تفعل الثعابين العادية، لكنهم لم يصلوا إلى تفسير منطقي لنزولها من السماء. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. الرقم 1. السماء تمطر أموالا. فلم يصدق سائق السيارات بمنطقة جميرة بمدينة دبي أعينهم عندما رأوا كما هائلا في شكل عملات نقدية من فئة 500 درهم وهي تتطاير حولهم عبر الشارع، ونزل الكثير منهم من سياراتهم لالتقاط العملات النقدية، والتي تقدر بما يقارب 2 مليون درهم، وهي نقود لم يتوصل المسؤولون بعد لمعرفة مصدرها. وصدق من قال: عندما تقرر سماء دبي أن تمطر فلن تمطر أقل من الذهب. وحادثة النقود هذه ليست الأولى، فلقد فوجئ المشاة في إنديانابوليس الأمريكية عام 2017 عندما بدأت الأوراق الخضراء تتساقط من السماء وتتطاير في الشارع وعلى الرصيف، وقامت الشرطة بالتحقيق وعثرت على أموال تطايرت من فوق أسطح المباني، ووجد أحد الضباط بضع مئات من الدولارات المتناثرة، بما في ذلك 5 أغلفة نقود كتب عليها البنك الاحتياطي الفيدرالي، ولم يتم التوصل في النهاية لمصدر هذه النقود. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.